أهلا وسهلا. أسبوع كان في عدد من المؤثرات السعرية واللي دفعت الذهب قرب مستوياته التاريخية، بينما مؤشر الدولار الأمريكي تداول ضمن نطاق 101 إلى 102 مع تراجع أسهم البنوك الصغرى بشكل حاد في الولايات المتحدة. الأهم كان مع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وإشارته إلى إمكانية التوقف في دورة التجديد السياسة النقدية. جيروم باويل أشار إلى أنه تخفيض الفائدة بناء على المعطيات الاقتصادية غير وارد، لكن الأسواق بتعكس فقدان الثقة بالفيدرالي الأمريكي في ظل الفشل المصرفي، وبتتوقع احتمالية تخفيض الفائدة بدءا من الاجتماع القادم في يونيو. كان بنك أوروبا رفع الفائدة أيضا بمقدار 25 نقطة أساس، أشار إلى أن التوقف ليس احتمالية حاليا بناء على مخاطر التضخم الحالية. أستراليا رفعت الفائدة أيضا بمقدار 25 نقطة أساس في ظل التضخم المرتفع في البلاد. أما في جلسة الأسبوع القادم فقراءة التضخم في الولايات المتحدة ستكون الأهم. من المتوقع استقرار قراءة التضخم على أساس سنوي عند 5%، واللي بتعطي أسواق حالة الارتياح، قد ترفع احتمالية وتوقعات الأسواق حول أن عام 2023 قد يكون الموعد المحتمل لتخفيض الفائدة. سيجتمع بنك إنجلترا في جلسة الأسبوع، ومن المتوقع فيه رفع الفائدة أيضا بمقدار 25 نقطة أساس نحو مستويات 4.5% في ظل التضخم واللي هو أعلى من 10%. كما سترقب الأسواق تقدير الناتج المحلي الإجمالي من بريطانيا، والمتوقع أن تستمر عند 10%، والمخاوف أن تأتي القراءة السلبية واللي بتفتح الباب لتخمين الهارد لاندينج في البلاد. ننتقل للتحليل الفني لجلسة الأسبوع القادم، بداية مع الذهب. الذهب كان قد سجل بعض الانخفاضات في جلسة يوم الجمعة جراء تقرير الوظائف، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 253 ألف وظيفة في القطاع الغير زراعي. البطالة قد انخفضت إلى مستويات 3.4%، وكانت أيضا متوسط الأجور قد سجل بعض الارتفاعات إلى 4.4%. بعض هذه الأرقام أو الأرقام الإيجابية قد تدفع احتمالية خفض أسعار الفائدة التي بدأت تتوقعها الأسواق بعد اجتماع الفيدرال الأخير للزوال، لذلك قد شهدنا بعض الانخفاضات بالنسبة للذهب. فنيا الذهب كان قد سجل شمعة انعكاسية ريفرسال كاندل في جلسة يوم الخميس شوتينج ستار، احتمالية انهاء يوم الجمعة أيضا على بيرش انجلفينج التداولات حاليا ضمن نطاق القناة السعرية الصاعدة، ثبات التداولات أدنى مستوى الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة، إمكانية أيضا تشكيل دايفرجنس سلبي أو انحراف سعري سلبي بين القمم السعرية وقمم مؤشر الماجدي، قد تدفع الأسعار لتشكيل ميل هبوطي إلى مستويات 1990، ثم بعد كسر مستويات 1990 أي كسر القناة السعرية الصاعدة قد يدفع لاستمرارية الزخم الهبوطي نحو مستويات 1980 ثم 1965 بالنسبة للذهب، بشرط طبعا استمرارية التداول أدنى مستويات 2045 بالنسبة لتداولات الذهب. ننتقل لتحليل اليورو. اليورو يتداول داخل القناة السعرية الصاعدة، كسر خط الاتجاه الهابط، ثبات التداولات أدنى الخط الهابط دفعت اليورو لتشكيل بعض الميل الهبوطي جراء أيضا تصريحات كريستين لاغارد مع رفع أسعار الفائدة في جلسة الأسبوع الماضي. إمكانية تداولات اليورو ضمن النطاق الضيق نحو مستويات 1.1050 واردة في تداولات اليورو، بشرط طبعا ثبات القناة السعرية وعدم كسر مستويات 10.950 بالنسبة لتداولات اليورو في جلسة الأسبوع القادم. ننتقل لتحليل الباوند. الباوند لا يزال يتداول أعلى مستويات الدعم السعري 25.10، مستهدفاتنا 26.25 تم الوصول إليها. إمكانية أيضا دفع ميل صعودي بالنسبة للباوند واردة نحو مستويات 1.2780 ثم 1.2850، خاصة طبعا مع اجتماع بنك انجلترا في الأسبوع القادم. ننتقل لتحليل الين. الين
كانت الجلسة الأسبوع بين تداولات صاعدة وتداولات هابطة بعد اجتماع بنك اليابان في جلسة الأسبوع قبل الماضي. ثبات التداولات السعرية أدنى المقاومة 137.75، قد ردت الأسعار كما لاحظنا إلى مستويات 134 تقريبا. الآن ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات الدعم السعري 134 قد تدفع الين لتشكيل وعودة الميل الصعودي نحو مستويات 135.80 ثم 137.70 في جلسة الأسبوع القادم. ننتقل لتحليل الأسترالي. الأسترالي أخذ زخم صعودي في آخر جلسات صاعدة، أربع جلسات صاعدة يومية متتالية بالنسبة للأوزي. أعلى مستويات الدعم السعري 65.75، مستويات دعم تعتبر جيدة بالنسبة للتداولات الأسترالي. اختراق خط الاتجاه الهابط المتوسط القوة قد تدفع الأسترالي لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 68.45 ثم 69.75، خاصة مع ميل لارتفاع أو لرفع أسعار الفائدة بعد رفع أسعار الفائدة المفاجئ الأخير بالنسبة للأسترالي بمقدار 25 نقطة أساس. النفط خام غرب تكساس كما لاحظنا هبوط وإغلاق الفجوة السعرية ثم استمرارية الهبوط نحو مستويات الدعم السعري 65.20 في جلسة الأسبوع الماضي. تشكيل شمعة ريفرسال واللي هي الهامر أو المطرقة مع ثبات التداولات السعرية أعلى الدعم كما ذكرنا، اللي حتى الآن يشكل أيضا دايفرجنس إيجابي بولش دايفرجنس على بين القيعان السعرية وقيعان مؤشر الماجدي، قد تدفع الخام غرب تكساس النفط لاختبار مستويات 72.90 ثم 76.70 في جلسة الأسبوع القادم. نختتم مع مؤشر الداو جونز. مؤشر الداو جونز كما لاحظنا في جلسة الأسبوع تداولات عرضية في جلسة الأسبوع الماضي أدنى مستويات المقاومة السعرية المتحركة والمقاومة السعرية الثابتة. المقاومة المتحركة أقصد هنا طبعا الخط الاتجاه أو خط الترند الهابط، يعتبر واحد من المستويات الجيدة لحتى الآن بالنسبة للداو جونز مع المقاومة السعرية الثابتة أيضا 34.280. إمكانية تشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 32.640 واردة طبعا مع ثبات التداولات السعرية أدنى المقاومة السعرية 34.280 بالنسبة لمؤشر الداو جونز. تداولات موفقة.